أنهت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم الاجتماع الذي عقدته بالقاهرة لبحث قضية إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الترجي التونسي والوداد المغربي. هذا الاجتماع عقد بعد إلغاء محكمة التحكيم الرياضية للقرار السابق الصادر عن الكاف بسبب عدم الاختصاص من اللجنة التنفيذية والقاضي بإعادة مباراة إياب النهائي في ملعب محايد. في تقاريرنا السابقة تم تأكيد على أن مسلسل الكاف يسير على درب المسلسلات التركية وأختها المكسيكية، لكن صوتا من محكمة التحكيم الرياضية دفعت كاتب السيناريو السيد أحمد أحمد للفصل في أمور بيته بين الترجي والوداد. تحرك البيت الإفريقي لترتيب أركانه وخرج المسؤولون عن الاستقبال فيه ليوضحوا أن الساعات القليلة القادمة سيكون فيها الحسم في النازلة. هنا لابد أن يكون هذا الحسم من الجهة المختصة التي شددت عليها الطاس بعيدا عن اللجنة التنفيذية. لهذا فإن لجنة المسابقات واللجنة التأديبية ستتشاركان لتقديم عصارة مشورتهما في قرار المراد منه حفظ ماء وجه الكرة الإفريقية في قضية القرن. الأكيد من هذا كله أن هناك عقوبات ستطل من نافذة الكاف لا نعرف ما هي، لكن أهل الاختصاص في الكاف الآن وجب عليهم أن يظهروا بمظهر العارف لا بمظهر المغيب قانونا. والمرجح كذلك أن ملف الترجي والوداد لن تقف كتابة أوراقه حتى بعد صدور قرار الكاف من أجهزته المختصة، لأن باب الطعن مفتوح للجميع، فلكل طرف الحق في الاستئناف أمام الكاف وبعده أمام الطاس، وهو الطرح الواضح. لهذا فالمرجح أن قرار الكاف سيكون فصلا واحدا ضمن فصول أخرى مرتقبة تحت عنوان فرحة مؤجلة بكأس أبت الخروج عن أوان بيت السيد الذي يشبه اسمه الأول اسمه الثاني. نتحول إلى القاهرة حيث القارة الآسيوية، حيث قرب الفرنسي بافيتيمبي غوميز فريقه الهلال من ربع نهائي دوري أبطال آسيا بعد أن قاده للفوز ذهابا على مضيفه ومواطنه الأهلي بأربعة أهداف لهدفين. السوري عمر السومة وضع المضيف في المقدمة منذ الدقيقة 6 وعدل الفرنسي بافيتيمبي غوميز الكفتين لمصلحة الهلال عند ربع الساعة الأول. استعاد الأهلي أسبقيته عبر مهاجمه جانيني تافاريش في الدقيقة 39، لكن غوميز فرض التعادل مجددا بإحرازه هدف الهلال الثاني مطلع الشوط الثاني. وعاد الفرنسي ليثبت نفسه نجم للمباراة بتوقيعه على الهاتريك مانحا التقدم للضيوف في الدقيقة 65، قبل أن يختتم البديل عبد الله الحافظ رباعية الهلال في الدقيقة 81. هذا وانتهى الديربي القطري بين الدحيل والسد بهدف لمثله. السد الذي كان ضيفه في اللقاء افتتح باب التسجيل عبر أكرم عفيف بعد مرور نصف ساعة على الانطلاقة. نجح التونسي يوسف المساكني في إحراز هدف التعادل للدحيل مع نهاية الشوط الأول، لتبقى كل الاحتمالات واردة في مواجهة الإياب الأسبوع المقبل. من القارة الآسيوية نعود من جديد إلى القارة الأفريقية وقضية نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الوداد والترجي. الحديث عن هذا الأمر ينضم إلينا مراسل قناة بين سبورتس عمر فهمي. مساء الخير عمر. الأكيد الكل يتساءل عن آخر المستجدات بعد انتهاء هذا الاجتماع، وأيضا عدم إدلاء من رئيس لجنة الانضباط ريمون هاك. ماذا يعني هذا في وجهة نظرك؟ عدم الإدلاء نعم في الواقع هذا قد يعني الكثير، يعني هذا يفتح الباب للتكهنات، لأن في الواقع ريمون هاك يعني ركب سيارته من داخل المقر، ونحن كنا وجميع الزملاء الصحفيين ننتظر خارج المقر على أمل أن يدلي بتصريح، ولكن سيارته لم تتوقف أبدا رغم رؤيته للصحفيين، وكأنه يريد تحاشي الإدلاء بأي تصريحات إعلامية، ومن ثم يتحاشى الكشف عن القرار الذي توصلت ربما إليه اللجنة، وهي بصدد الإعلان عنه إما في الساعات المقبلة أو ربما يتأخر ويرجع الإعلان حتى الغد لمزيد من المداولات بين أعضاء اللجنة إذا كانت هناك خلافات أو يعني تباين في الرؤى حول الحكم الذي
ينبغي أن يصدر بشأن هذه القضية وإغلاق ملفها تماما. وهذا هو الانطباع السائد، يعني تحاشي الظهور أمام الإعلام أو الرغبة في عدم الإدلاء بتصريح وغلق الملف تماما، وحتى عدم صدور بيان رسمي عبر موقع الكاف الإلكتروني حتى هذه اللحظة. هذا يعطي انطباعا بأن ربما هناك تباين في الرؤى داخل لجنة انضباط نفسية، أن الملف شائك جدا، أن هناك ربما حاجة إلى متسع من الوقت. يعني الاجتماع استغرق قرابة 5 ساعات، وهي مدة طويلة جدا مقارنة باجتماعات الكاف في هذه المسائل. ويعني هذا يعكس طبيعة الصورة حتى الآن. لابد أن الإدارة على مستوى الكاف تواجه العديد من المشكلات حتى في حسم هذا الملف الذي عاد للكاف مرة أخرى بعد أن ذهب الفريقان إلى محكمة التحكيم الرياضي. عمر، لا أعرف إن كان يحق لي أن أتساءل عن ردود الأفعال من قبل ممثلي الأندية الاثنين الترجي والوداد، حتى من خلال لغة الجسد إن صح التعبير. عمر، هناك انبساط، هناك فرحة، هناك غضب، هناك حزن، اتخذ القرار، لم يتخذ، ربما تكشف هوية من خلال مشاعر ممثلي الأندية، النادي التونسي والنادي المغربي. صحيح، ما يمكننا استشفافه من هذه يعني الانطباعات كما تقول، يعني ليست معلومات نجزم بها ولكنها انطباعات، هو أن هناك نوع ما حالة من الارتياح لدى الوفد التونسي وممثليه القانونيين، وإن كانوا أيضا لم يدلوا بأي تصريحات. يعني بجميع الأطراف كانت تفضل الانتظار حتى الإعلان الرسمي من قبل اللجنة عن القرار. ما يمكننا قوله هو أن كان هناك يعني شعور بالارتياح لدى الوفد التونسي نوعا ما، هذا هو انطباع فقط يعني وليس معلومة جازمة، ولكن يعني مدى انعكاس هذا على القرار الذي سيصدر يظل معلقا، لأننا كما قلنا ربما داخل اللجنة قد تكون هناك حسابات أخرى وقد تعاد الكرة وقد تكون هناك مداولات أخرى، لأن حتى الآن لم يعلن القرار بشكل رسمي. أتفق معك تماما عمر فهمي، بما أن المعنيين بهذا الأمر يكتمون الخبر، لا يريدون التصريح بالنسبة لوسائل الإعلام، فما علينا إلا الاجتهاد ونأخذ بعض الانطباعات التي ربما تفيد مشجعي الأندية سواء مشجعي الترجي أو الوداد. أشكرك جزيل الشكر عمر فهمي على كل هذه التوضيحات والتفاصيل وهذه الانطباعات. شكرا عمر. أوقف نادي شالكا الألماني لكرة القدم رئيسه كليمن ستونس لفترة 3 أشهر على خلفية تصريحات عنصرية تجاه الأفارقة كان قد أدلى بها الأسبوع الماضي، ونشرت لجنة الأخلاقيات في النادي بيانا على هامش اجتماعه دفع خلاله تونس عن نفسه بعد أن وجهت له تهمة انتهاك حظر التمييز الوارد في النظام الأساسي للنادي. الهيئة رفضت اتهامات العنصرية بحق تونس معتبرة أن لا أساس لها من الصحة، اكتفت بعقوبة لقاف دون إقالته من منصبه. خلال المؤتمر الذي عقد عقب توقيع عقده كلاعب ومدرب لفريق ديربي كاونتي، أكد النجم ايروني أنه سعيد بالعودة إلى إنجلترا، مضيفا أنه يطمح إلى اللعب ومساعدة الفريق وكذا اكتساب الخبرة التي ستفيده حين يتوقف عن اللعب. أولا وقبل كل شيء أرغب في المجيء واللعب ومحاولة مساعدة الفريق، وثانيا أريد التعلم من رئيس النادي فيليب كوكو وبقية الموظفين لاكتساب الخبرة التي ستساعدني حتما حين أتوقف عن اللعب. أنا سعيد بالعودة إلى إنجلترا، أتطلع للقدوم في شهر يناير، سأحاول مساعدة الفريق للمضي قدما نحو الأمام. قال لاعب مانشستر يونايتد السابق شيرينغهام إن الشياطين الحمر عليهم أن يبيعوا الفرنسي بول بوغبا للفريق الذي يقدم أكبر مبلغ، كما رحب بعودة واين روني للدوري الإنجليزي. إذا كنت أنا المسؤول أعتقد أنه كان هناك الكثير من الاضطرابات مع الرجل واضطرابات مع جماهير مانشستر، لذا كنت سأحصل على أكبر قدر ممكن من المال وأخرجه من النادي وأستبدله بلاعب آخر. أعتقد أن روني سيكون قادرا على المنافسة، إنه لن يعود قبل عيد الميلاد، لذا سيكون لديه 4 أشهر للعب مع دي سي يونايتد، لذا لا أرى أي مشكلة في عودة للمنافسة. في مقابلة حصرية مع بين سبورتس، برر الأرجنتيني موريسيو بوتشيتينو مدرب توتنهام انعزاله عن العالم لنحو 10 أيام بعد خسارة دوري الأبطال نهاية الموسم الماضي بأن فريقه رغم إنجازه لم يحقق مجدا، لكنه شدد على أنه سيحاول مجددا في الموسم الجديد. من الصعب أن يفكر المرء في أنه